لله. إنه مكتب أخلاق ومشكات إخاء، بث روح الحب والإحسان والتضامن. مكتب للدعوة السمحاء في مجتمع أودع الله لديهم أقدس المواطن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها، كتاب كنوز، الكتاب السادس، ونحن ولله الحمد نكمل هذه المسيرة من سلسلة كتاب كنوز. هذا الكتاب إخواني وأخواتي يعتبر الكتاب الأخير من هذه السلسلة. المستوى السادس إخواني وأخواتي مثل المستوى الثالث والرابع والخامس، يحتوي على مجموعة من الوحدات، وهي عبارة عن ثلاث وحدات دراسية. الوحدة الأولى تتكلم عن العرب، تتكلم عن العرب، من العرب وما يدور وماذا لدى العرب وما هي الحضارة العربية وأشياء كثيرة عن العرب. الوحدة الثانية تتكلم عن مناسبات واحتفالات، وهذه المناسبات بإذن الله تكون مناسبات إسلامية، مثل ماذا؟ مثل عيد الأضحى وعيد الفطر وهذه المناسبات. أيضا سوف يكون لنا في الوحدة الثالثة نتكلم عن أخلاق وآداب، أخلاق وآداب. وسبحان الله، ديننا الإسلامي هو دين الأخلاق والآداب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت متمما للأخلاق. طيب، ننطلق الآن إخواني وأخواتي إلى الوحدة الأولى كالعادة، وهذه معلومات عن الكتاب وكيفية استخدام الكتاب، وأيضا ما هي الفوائد التي سوف تجنيها بإذن الله أنت أو أنت أختي من هذا الكتاب. الوحدة الأولى، طبعا هنا اختبار قبلي لما تعلمناه في الكتاب الخامس. أتمنى منكم إن شاء الله أن تعملوا هذا الاختبار لتتأكدوا مما تعلمتموه في الكتاب الخامس. نذهب الآن إلى الوحدة الأولى، وكما أخبرناكم أنها تتحدث عن العرب. عن ماذا؟ عن العرب. حقيقة إخواني وأخواتي أنا لن أتكلم باللغة الإنجليزية، لأننا الآن نعتبر في الوحدة الكتاب السادس، فلن نتكلم إلا باللغة العربية. طيب، هذه معلومات كيف نستخدم الكتاب. طيب، الدرس الأول هنا يتكلم عن خارطة الدول العربية. خارطة الدول العربية، هذه هي خارطة الدول العربية، تمتد من الشرق إلى الغرب، وكذلك وما شاء الله تبارك الله كما ترونها ما شاء الله تبدأ هنا وتنتهي هنا، وجميعها يتحدثون اللغة العربية، جميعها يتحدثون اللغة العربية. طيب، الدرس الأول أيضا هنا التمرين الأول، أتحدث عن مدينة عربية زرتها أو قرأت عنها، وهذا بإذن الله إخواني وأخواتي سوف يكون لكم في البيت تنفذوه. أنت تتحدث مع أبنائك أو مع أصحابك، أنت كذلك تتحدثين مع أبنائك أو صديقاتك عن مدينة عربية، لنقل مدينة جدة وهي مدينتنا التي نعيش فيها نحن الآن، نتحدث عنها. كيف نتحدث عنها؟ مدينة جدة هي مدينة من مدن المملكة العربية السعودية، تقع هذه المدينة على الساحل الغربي، يعني بجوار البحر الأحمر. تتكون هذه المدينة من مجموعات عديدة من الأحياء، مثل حي العزيزية، حي الشاطئ، حي الصفا، بهذه الطريقة. مدينة جدة تقع بالقرب من مدينة مكة، وكذلك من مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
تحتوي مدينة جدة على ما شاء الله مطار الملك عبد العزيز، الميناء الإسلامي، والآن قطار الحرمين، وهكذا وهكذا. أتحدث بهذه الطريقة، انتقلنا من مدينة جدة نذهب إلى مدينة أخرى، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة المنورة. تحدث عن المدينة المنورة، تحدث عن مكة المكرمة، تحدث عن الرياض، تحدث عن أي بلد آخر في غير المملكة العربية السعودية. نذهب إلى القاهرة، لنذهب إلى الخرطوم في السودان، هذه جميعها دول عربية أو مدن عربية نتحدث عنها. تحدث في هذا الجزء. الجزء الثاني، الوطن العربي. الوطن العربي مكان إقامة العرب، نسميه الوطن العربي. هذه قطعة عن الوطن العربي. أقرأ ثم أجيب، أقرأ ثم أجيب. أنا سوف أقرأ لكم الآن. الوطن العربي يضم جميع الدول العربية جميع، وعددها 22 دولة. إذن عدد الدول العربية كم؟ 22 دولة، 10 منها في قارة إفريقيا. 10 منها من هذه الدول العربية تقع في قارة إفريقيا، و12 أخرى في قارة آسيا، تقع في قارة آسيا. وتشترك هذه الدول في منظمة واحدة، منظمة واحدة. ما هذه المنظمة؟ هي جامعة الدول العربية، ومقرها أين تقع هذه الجامعة؟ مقرها في القاهرة، تقع في القاهرة، والقاهرة تعود إلى مصر. نكمل. ويبلغ عدد سكان الوطن العربي حوالي 300 مليون نسمة. إذن العدد السكاني للوطن العربي بشكل كامل 300 مليون نسمة. أما مساحته فتصل إلى 14 مليون، 14 مليون كيلومتر مربع. وتجتمع معظم الدول العربية في منطقة، عليكم السلام، تفضل يا دكتور، في منطقة متصلة لا تفصل بينها جبال عالية أو بحار واسعة تعوق الانتقال بين دولها. دولة جزر القمر، وهذه دولة من الدول العربية ولكنها تقع في أقصى أفريقيا. دولة جزر القمر آخر الدول التي انضمت إلى جامعة الدول العربية، حيث أعلنت انضمامها سنة 1993 ميلادي. ويرتبط الوطن العربي بعلاقات وطيدة مع الدول العالم الأخرى، وتتعدد أنظمة الحكم في الوطن العربي. فبعض البلاد نظامها ملكي، مثل المملكة العربية السعودية هنا نظام الحكم ملكي، وأيضا مملكة البحرين والمملكة الأردنية يحكمها ملك، وبعضها يسود فيها النظام الجمهوري فيحكمها رئيس للجمهورية، وبعضها إمارات يحكمها إمارات، مثل ماذا؟ مثل الإمارات العربية المتحدة، وبعضها سلطنات يحكمها سلاطين، مثل ماذا؟ مثل سلطنة عمان، هذه سلطنة، هذه طبعا في الدول العربية. طيب، إذن الدرس الثاني، بعد أن تكلمنا وتعرفنا عن منظمة الدول العربية وعدد الدول العربية 22 دولة، 10 منها في قارة إفريقيا و12 في قارة آسيا، آخر الدول المنضمة لجامعة الدول العربية هي دولة جزر القمر، وجميعها يتحدث اللغة العربية، النظام فيها ملكي وجمهوري وسلطاني. هنا في السؤال الثاني، أنظر إلى خريطة الوطن العربي وأجيب عن الأسئلة التالية. يلا، أريد منكم الآن إخواني
أن تجاوبوني على هذه الأسئلة. السؤال الأول: اكتب أسماء ثلاث دول عربية في قارة إفريقيا. من يخبرني منكم؟ أريد ثلاث أسماء دول عربية في قارة إفريقيا. مثل ماذا؟ ها؟ ليبيا، أحسنت شيخنا الفاضل، نعم. ها؟ مصر، أحسنتم. ها؟ ها؟ بقي لنا واحدة، السودان. إذن ليبيا، مصر، السودان، أيضا لدينا تونس، الجزائر، المغرب، أوكي؟ هذه جميعها في الدول العربية في قارة إفريقيا. طيب أخواتي، أنتم ثلاث دول عربية في قارة آسيا، أخبروني ثلاث دول عربية في قارة آسيا. يلا يا أخواتي، نعم يلا أخواتي، ماي سيستر، أخواتي يلا، نريد الجواب. ثلاث دول عربية في قارة آسيا. ها، نأخذ الجواب من إخواني هنا، يلا جاوبونا إخواني هنا. ها، المملكة العربية السعودية، هذه دول. سوريا، أحسنت. ها، اليمن، عمان، نعم نعم، عمان من آسيا، آسيا نعم، عمان، الأردن، فلسطين، الإمارات، هذه كلها ثلاث دول عربية تقع في قارة آسيا. طيب حرف الجيم هنا، أكتب أسماء ثلاثة بحار تطل على بعض الدول العربية. نريد ثلاث بحار، أسماء بحر بجوار الدول العربية. مثل ماذا؟ أول بحر بجوارنا هنا، بحر بحر الأحمر، أحسنتم. طيب أيضا البحر الأحمر، ها، بجوار اليمن، تحت البحر البحر العربي، أحسنت، بجوار مصر والمنطقة هناك، ها، البحر الأبيض، ها، تفضل يا يوسف، البحر الأبيض المتوسط، البحر الأبيض المتوسط، هذا بجوار، أحسنت يا يوسف، ما شاء الله تبارك الله. طيب أقرأ ثم أجيب، هذه قطعة أخرى سوف نقرأها سويا وبعد ذلك نجاوب على بعض الأسئلة. جلس والدي بعد أن رتب حقيبته فقلت له: يا والدي، أراك تعد حقيبتك. قال، طبعا والده: أنا مسافر إلى مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية. فقلت: صف لنا القاهرة. صف بمعنى تحدث، تحدث، describe، okay، صف، صف لنا القاهرة. قال: هي عاصمة مصر، عاصمة، وأهم مدنها، وهي أكبر مدينة في إفريقيا والشرق الأوسط، فيها ربع سكان مصر، إنها المدينة الخامسة بين المدن الأكثر سكانا في العالم، وتشتهر مدينة القاهرة بمعالمها السياحية مثل ماذا؟ كالأهرامات وأبي الهول والمتاحف والمساجد الأثرية. هذه من الأشياء التي موجودة، مثل هذه الأهرامات وبعض المساجد الأثرية، فقد اشتهرت منذ القدم بأنها مدينة الألف مئذنة، مدينة الألف مئذنة، وتعد القاهرة مركزا ثقافيا وتعليميا، فيها 17 جامعة. عدد الجامعات في القاهرة 17 جامعة، أقدمها جامعة القاهرة التي تأسست سنة 1908،
ولن تعرف القاهرة جيدا إلا إذا زرتها أو قرأت عنها. طبعا هنا يريد أن يقول الولد أو الوالد لأبيه لابنه أنك لن تعرف القاهرة جيدا إلا حينما تزور هذه المدينة أو تقرأ عنها جيدا. طيب نذهب الآن إلى الأسئلة. السؤال الأول: ألف، ذكر في النص في وصف مدينة القاهرة أنها عاصمة مصر، أكبر مدن إفريقيا والشرق الأوسط، فيها معالم سياحية ومركز ثقافي وتعليمي، وفيها جامعات قديمة. أستفيد من هذه الأوصاف وأضيف إليها لأتحدث لزملائي عن عاصمة بلدي. الآن ماذا يريد منا؟ أنت أو أنت يا أختي مستقبلا في البيت تكتبون عن عاصمة بلدكم، مثل الآن أخي أبو الحسن من الفلبين، ما عاصمة الفلبين؟ مانيلا. أكتب عن مانيلا، كم عدد سكان مانيلا، وكم عدد الجامعات في مانيلا، وكم عدد المساجد في مانيلا، ومن يزور مانيلا. هذه الأشياء تكتبها. أخي الدكتور سكان بيبل، أخي الدكتور شفقت، من أي بلد أنت؟ من باكستان، صحيح؟ عاصمة باكستان إسلام؟ إسلام أباد. تحدث عن إسلام أباد، كم عدد سكان إسلام أباد؟ ما مساحة إسلام أباد؟ ما المتاحف في إسلام أباد؟ من الذي يزور إسلام أباد؟ أخي أبو يوسف من أين أنت؟ من تركيا، ما عاصمة تركيا؟ أنقرة. تحدث لنا عن أنقرة، أين تقع أنقرة؟ ما مساحة أنقرة؟ كم عدد السكان في أنقرة؟ ما الأماكن السياحية في أنقرة؟ وغيرها وغير. أنا هنا أتحدث عن الرياض، أخواتي هناك ربما من يكون من جورجيا، ربما من يكون من أمريكا، كل يتحدث عن بلده وعن عاصمة بلده. طيب الحرف باء أكمل بوضع كلمة مناسبة مع النص، أوكي، أو من النص. تشتهر القاهرة بالإهرامات و كيف أكمل الفراغ؟ أكمل الفراغ من خلال القطعة، هذه القطعة. تشتهر مدينة القاهرة بمعالمها السياحية، مثل ماذا؟ الإهرامات وأبي الهول والمتاحف والمساجد الأثرية. إذن هذه أكتبها هنا، أكتبها هنا. طيب أخواتي السؤال لكم أنتم يا أخواتي، أثرية، شيء ما أثري، historical place، okay. طيب رقم اثنان: القاهرة أكبر تجمع في إفريقيا، ماذا أكتب هنا يا أخواتي؟ أكبر تجمع لعدد السكان، لماذا؟ تفضلوا يا أخواتي. القاهرة أكبر تجمع في إفريقيا، عودوا إلى النص، ربما يكون النص ليس لديكم كتاب، هذا هو النص أمامكم. وهي أكبر مدينة في إفريقيا والشرق الأوسط، فيها ربع سكان مصر، إنها المدينة الخامسة بين المدن الأكثر. إذن هي أكبر، كما نقول أكبر عدد سكان، أكبر عدد سكان. طيب رقم ثلاثة إخواني هنا: تمتلئ القاهرة بالمساجد منذ القدم، فهي مدينة ماذا نسمى؟ مدينة ماذا؟ مدينة ماذا يا إخواني؟ هذه القطعة أمامكم، بسبب كثرة المساجد والمآذن ماذا سميت؟ مدينة يا يوسف
المدينة الأثرية أو أيضا مدينة الألف مئذنة، مدينة الألف مئذنة، أوكي؟ لأن المساجد فيها كثير فسميت مدينة الألف مئذنة. طيب، رقم أربعة، تعد القاهرة مركزا وتعليميا، ففيها 17 جامعة. نعود إلى القطعة، تعد القاهرة مركزا تعليميا ذكرت، لكن هنا نقول ها يا أخواتي من يقرأ لي هذه الكلمة؟ ثقافيا. إذن تعد القاهرة مركزا ثقافيا وتعليميا، أحسنتم، أحسن الله إليكم. طيب، أقارن وأميز ما بين حرف الهاء والتاء المربوطة، أوكي؟ ما الفرق بين الاثنتين؟ هذه تنطق هاء وهذه تنطق تاء، ولكن بعض الأحيان هذه تنطق هاء، أوكي؟ سوف أخبركم ما الفرق بينهما. يعني مثل هذه نقرأها حقيبة، حقيبة في الأخير صوتها وليس حقيبة. إذا وجدنا مثل هذه نقطتين فوقها فنقول تاء، تاء مربوطة، لكنها هنا حرف الهاء، وهنا هذه له، وهذه مصدره، وهذه هذه، وهذه الكلمة اسم الجلالة الله، ولا نقول الله خطأ، الله هاء صوتها، بينما هنا هذه تسمى تاء مربوطة في نهاية الكلمة، جميعها الهاء والتاء تأتي في نهاية الكلمة. ها، هذه نقول تدريبية، وهنا عاصمة، وهنا الأثرية، وهنا القادمة، وهنا مئذنة. طيب، هل هذه أستطيع أن أقول أنها تكون هاء؟ نعم، أستطيع أن أحولها إلى صوت الهاء، ولكن ليس كتابة الهاء، تكون بنقطتين إذا توقفت عندها. مثل ماذا؟ مثل الآن أنا أريد أقول الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، إذا توقفت عند كلمة عاصمة سوف يقلب التاء إلى هاء، فأقول الرياض عاصمة بهذه الطريقة، لكن في الأخير لا بد أن أكتبها على شكل تاء مربوطة. طيب، حينما أكمل الرياض عاصمة، إذن هنا سوف لا بد أن أنطق التاء، الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. طيب، هذه أيضا تاء مربوطة ولكنها شكل آخر، مثل ماذا؟ مثل كلمة دورة، القاهرة، الحياة، عدة، المرة، أوكي؟ هذه تاء مربوطة. طيب أخواتي، أنا أريد أن أسألكم سؤال، لماذا حرف التاء المربوطة هنا متصل بينما هنا منفصل؟ ما السبب؟ لماذا في الأعلى متصل بينما في الأسفل منفصل؟ تاء متصلة، ها؟ Because in this case letters don't join each other. And up here they join last letters. Like ya and ta they can join each other. And down ra is there and then ta they cannot join. Cannot join. أحسنتي. إذن لأن هنا أستطيع أن أصلها بالأحرف التي قبلها لأنها ليست من الأحرف المنفصلة. في اللغة العربية لدينا أحرف متصلة وأحرف منفصلة. ما هي الأحرف المنفصلة؟ 6 أحرف: ألف، واو، دال، ذال، راء، زاء. هذه الأحرف منفصلة، أي حرف يأتي بعد هذه الأحرف لا بد أن يكون منفصل، لا يتصل. انظر إلى هذه الكلمة عاصمة، هي متصلة، لماذا؟ لأنها أتت بعد حرف الميم، وحرف الميم من الحروف التي لا بد أن تتصل، بينما هنا دورة
أو دورة إذا أردنا منفصلة. لماذا؟ لأنها أتت بعد حرف الراء، والراء من الحروف المنفصلة، وهنا القاهرة، وهنا الحياة، وهنا عدة، وكذلك المرأة. فهذه مثل ما قالت أختي أنها من الحروف المنفصلة. طيب نكمل أيضا، جزاك الله خير يا أختي، نكمل أيضا حرف التاء المفتوحة. هذه التاء المفتوحة، هذه نسميها التاء المربوطة، بينما هذه التاء المفتوحة. نعم، ابن تاء. مثل ماذا؟ مثل كلمة قلت، مشكلات، الأهرامات، المواصلات، معلومات. أوكي؟ وما الفرق بينها وبين هذه؟ ما الفرق بينها؟ هذه مثل ما أخبرتكم سابقا، حينما أتوقف تتغير من صوت التاء إلى صوت الهاء، مثل عاصمة، الرياض عاصمة، بينما لو أكملت أقول الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. هذه أتوقف أو أكمل الصوت تاء، لأنها تاء حقيقية كما يقال. فهنا على سبيل المثال الإهرامات، انظر كيف أقول الإهرامات جميلة، الإهرامات جميلة، أريد أن أتوقف الإهرامات، توقفت الآن، لماذا لم تتحول تاء ها؟ لا، لأنها تاء مفتوحة، إذن تبقى مثل ما هي. هذا هو الفرق ما بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة. طيب رقم ثلاثة هنا أخواتي وأخواتي، الدرس الثالث، أستمع وأميز المعنى وحركة آخر الكلمة لما تحته خط. طبعا لا تهمل القراءة عن الوطن العربي. طارق لن يهمل القراءة عن الوطن العربي. لا تحرم عائلتك من زيارة المدن العربية. لا أحرم عائلتي من زيارة المدن العربية. لا تسافر إلا لفائدة مرجوة من سفرك. ما سافرت إلا لفائدة. هذه الأفعال تهمل، يهمل، تحرم، أحرم، تسافر، ما سافرت، انظر كل شكل اختلفت، هنا مجرورة، وهنا مفتوحة، وهنا مجزومة سكون جزم، وهنا مضمومة لا أحرم، وهنا جزم، وهنا أيضا مضمومة كما يسمى مرفوع. طبعا تختلف على حسب سياق الكلمة في الجملة، وأيضا الأدوات، هذه لن ناصبة كما يسمى، ولاء ناهية، وماء نافية، هذه كلها تعتبر في علم النحو، تعتبر في علم النحو. لكن ماذا يهمنا الآن؟ يهمنا الآن تمييز الصوت، لا تهملي، لن يهمل بهذه الطريقة. طيب السؤال الرابع، أضع سؤالا لكل جواب فيما يلي، أنا وأنتم إن شاء الله في هذا السؤال تعملون جواب له أو سؤالا له في البيت بإذن الله، لكن سوف نحل السؤال الأول من باب example. طيب الجواب هنا the answer، طبعا القاهرة هي عاصمة مصر. طيب ما السؤال؟ ما فراغ، ما عاصمة مصر؟ أحسنت، ما شاء الله تبارك. إذن هنا أقول ما عاصمة مصر؟ الجواب القاهرة هي عاصمة مصر. إذن تكملون إن شاء الله ما تبقى في البيت بإذن الله، فيها 17 جامعة أقدمها جامعة القاهرة، تكونون سؤال تشتهر بمعالمها السياحية كالإهرامات وأبي الهول، تكملون السؤال نعم الإبن يرغب في زيارة القاهرة المرة القادمة، هنا تكونون سؤال. طيب الدرس الثالث وكذلك في الفقرة الخامسة، أكتب فقرة
في حدود 100 كلمة عن مدينتي. وهذا أنتم يا أخواني وأخواتي تعملونه أيضا في البيت. ماذا تعملون؟ تكتبون عن مدينتك. على سبيل المثال أبو الحسن، أنت مشغول قليل سامحنا. أبو الحسن، ما مدينتك في الفلبين؟ ما مدينتك في الفلبين؟ أين تسكن في الفلبين؟ مندناو، ما شاء الله. تحدث عن مندناو. ما شاء الله، كم عدد سكان مندناو؟ ما شاء الله، 13 مليون شخصا ما شاء الله، ما بين ذكر، إذن ما بين مسلمين وغير مسلمين، ما شاء الله تبارك. إذن هنا في هذا المكان أنت تتكلم عن مدينتك مندناو، أين تقع مندناو، عدد سكان مندناو، ومن يحكم مندناو، ما هي مندناو، ولماذا سميت مندناو، ربما يكون هناك سبب لتسمية مندناو. فهذه جميعها تكتبها. هنا الدكتور أيضا، أخي أبو يوسف، سيد، أخواتي هناك، هذا التدريب يساعدكم على الكتابة ومعرفة في البيت إن شاء الله. طيب، هنا التدريب الرابع أو الدرس الرابع. السؤال الأول: أستمع إلى النص ثم أجيب عن الأسئلة، هي عبارة عن استماع، ولكن ليس لدينا المادة السمعية. أجيب كتابيا عما يلي في هذه المدينة، لا بد أن نحتاج إلى المادة السمعية. الدرس الرابع: أراجع بعض الكتب ومواقع الإنترنت. هنا بإذن الله إخواني وأخواتي سوف نتوقف، وبإذن الله الأسبوع القادم نستكمل من هذا الدرس بإذن الله، الدرس الرابع في الوحدة الأولى من كتاب كنوز، الكتاب السادس. أخيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت للدعوة والإرشاد محراب سنا، في العزيزية أنت المكتب التعاوني، نشر دين الله.